أمهات المؤمنين. ثم أما بعد، إن شاء الله تعالى نواصل ما ابتدأناه قبل ذلك في هذه الخواطر حول كتاب الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وكالعادة يعني اجعلوا النوايا لله سبحانه وتعالى، لعل مثل هذه اللقاءات يعني تغفر لنا الزلات وترفع لنا الدرجات وتكثر لنا الحسنات بأمر الله سبحانه وتعالى. وقف بنا الحديث في المرة الماضية عند قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتب عليكم الصيام، أو يا أيها الذين آمنوا، هنا نداء. من الذي ينادي؟ الله سبحانه وتعالى ينادي على من؟ على أهل الإيمان، على عباده. وهذا الوصف، الوصف المحبب الجميل الذي ينادي الله جل وعلا به أهل الإيمان، فقال لهم يا أيها الذين آمنوا. طب لما ربنا قال لهم يا أيها الذين آمنوا، هذا الوصف ينبغي أن يظل قائم وموجود، لأن هو الإيمان مش لبس يكتسب وخلاص، مش توب يلبس ويظل كما هو، لا، هذا التوب يلبس صحيح نعم، لكنه يبلى ويخلق. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جدد إن الإيمان لا يخلق كما يخلق الثوم، يعني بيبلى بيتأثر، فجددوه. وتجديد الإيمان بمثل هذه الحلق، حلق العلم بحلق الذكر، هذه الحلق التي تقوي الإيمان. كان ابن مسعود يقول: ساعة ما تسمع، إذا سمعت الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا، على طول تعمل إيه؟ معها أذنك، لخير تؤمر به أو شر تنهى عنه. فربنا بيقول يا أيها الذين آمنوا كتيبا كتيبا. كلمة كتيبا دي موجودة في سورة البقرة 4 مرات. الصفحة اللي قبلها مباشرة في آية 178 كتب عليكم القصاص. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم إذا حضر أحدكم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القتال. هذه 4، مش كده؟ في سورة واحدة. والعجيب إني يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القتال، دي علاقات دولية، تمام؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، ديت عبادات. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الوصية، دي بنسميها علاقات أسرية. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص، ده قانون جنائي. طيب ده معناه إيه؟ معناه إن ربنا سبحانه وتعالى في أوامره العقيدة دي الجانب الأسري كله، إذا أوجب وألزم وجب على الناس أن يفعلوه، أن يقوموا به. ولذلك يا أيها الذين آمنوا كتب، كتبنا معنى إيه؟ فرض، يعني صورة إلزامية. كتب كتاب الله عليكم، ده نوع من أنواع الأمر والإلزام. كتب عليكم الصيام، والصيام طبعا معروف امتناع عن الطعام والشراب من بزوغ الفجر إلى غروب الشمس، صح ولا إيه؟ فكل لما قلنا قبل كده الفرق بين الصيام والصوم في القرآن، الصيام جت كم مرة في القرآن؟ 8 مرات. وكلمة صوم كم مرة في القرآن؟ مرة واحدة في سورة مريم في قوله تعالى إني نظرت للرحمن صوم. والقرآن بيستخدم كلمة صيام في المعنى الشرعي، زي يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كما في قول الله سبحانه وتعالى فكفرته صيام 2 شهر متتابعين، 3 صيام 3 أيام. يبقى الصيام، كلمة صيام في القرآن لا تستخدم إلا في إيه؟ ها؟ في المعنى الاصطلاحي اللي هو المعنى الشرعي، اللي هو الصيام اللي احنا بنصومه، اللي هو صيام رمضان. أما كلمة صوم فلأنها أخف حتى في النطق، فتستخدم في القرآن فين؟ في الإمساك المعنى اللغوي، إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلمه. الصوم هنا عن الإيه؟ عن الكلام، امتناع عن الكلام، فلن أكلمه اليوم إنسي. طب إيه وجه الشبه بين الامتناع عن الكلام وبين الصيام الشرعي؟ ده امتناع وده امتناع، ده كف وده كف، ده حبس وده حبس، ده إمساك وده إمساك، مش كده ولا إيه؟ في الاثنين، في الكلام كف عن الكلام، حبس عن الكلام، امتناع عن الكلام، الصيام نفس الوضع، امتناع عن طعام وشراب وشهوة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وده يؤكد إن العبادات في أصولها مشروعة على كل الناس، بدليل قوله تعالى الذين من قبلكم، الذين من قبلكم، زي رب. فاكرين الآية اللي في سورة البقرة، أول نداء للبشر في سورة البقرة في الربع الأولاني: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. فبما أنه خلقكم والذين من قبلكم
يبقى لازم تعبدوه برضو أنتم والذين من قبلكم. طب الإيه العبادة إزاي؟ يشرع للناس كما لهؤلاء كما يشرع لهؤلاء. ولذلك في سورة الشورى يقول ربنا جل وعلا شرع لكم من الدين ما وصى به نوح. يبقى اللي عندكم ده نفس وصية نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بل وكل أنبياء الله جل وعلا، كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم. يبقى الغاية من الصيام إيه؟ التقوى. كلام جميل. العجيب بقى خلي بالكم صفحة اللي قبلنا مباشرة الآية 177 والآية 179 والآية 180، ولو قلبنا الصفحة بتاعتنا كمان الآية 187 آخر كلمة في كل الآية دي إيه؟ تقوى. قال التقوى ودي بالمناسبة ده مش موجودة بس في هذا الأمر أو في هذا الجانب، ده كل الأمور التقوى حاضر. لو جبنا أول صفحة من الأول خالص هدى للمتقين. يبقى الأصل في الخلق التقوى، والأصل في العبادات لنحصل التقوى، وجايين المسجد عشان نحصل التقوى، وبنقرأ قرآن علشان نحصل التقوى، وبنصوم عشان نحصل التقوى. فيجي يقول لك التقوى، عارفين الجملة المشهورة بتاعت الجلسة بسيدنا علي، ما هي التقوى؟ الخوف من الجزء والعمل والرضا والاستعداد. الكلام ده مش صح. انا يعني الكلام ده اصلا يعني فيه تطويل زائد. يعني اما تقول لي هي التقوى تكفي جمله واحده بس، العمل بالتنزيل قضي الامر، دي التقوى. لكن اما تقول لي التقوى الخوف من الجليل، يعني احنا عشان يعني نبقى متقين عشان نخاف؟ لا. ليه ما يبقاش الخوف والحب؟ اصل قضيه التخويف حتى الجماعه بتوع الانجليزي يقول لك اتقي الله يعني فير فروم الله، ما فيش حاجه ده خطا. احنا ليه بنتصور ان العلاقه بين العبد والرب قائمه على الخوف؟ ليه ما يكونش الحب قائم وموجود بين العبد وبين الله؟ مش ربنا سبحانه وتعالى كده قال في سوره آل عمران قل إن كنتم تحبون الله ها فاتبعوني. إيه اللي يحصل؟ يحببكم الله. قضية التقوى الخوف جزء من التقوى، أنا بأكد أهو. الخوف إيه؟ جزء من التقوى، لكن مش هو التقوى. الخوف جزء من التقوى، أمال التقوى إيه؟ التقوى خوف وحب. لأني أنا لو خفت من واحد ليس كل من يخاف يحب. الحكومات العربية الحكام الناس بتخاف منهم، بتحبهم؟ لا. الحاكم المستبد يخشى ويسمع كلامه فعلا، لكن هل يحب؟ لا يحب. ولذلك قضية الخوف من الله هذا جزء من العلاقة بين العبد والرب، لكن مع الخوف لازم يكون حب. لأن عدم وجود الحب قد يصل الإنسان إلى الإيه؟ اليأس، قنوط، مش كده ولا إيه؟ طيب لو واحد حب واحد وما خافش منه هيحصل نوع من انواع اللامبالاه، الاستخفاف بالاوامر. لازم الاثنين يكونوا موجودين جنب بعض. ولذلك لما نتكلم على التقوى اوعوا اياكم حذاري اني تؤخذ التقوى على انها خوف. ولذلك اجمل ما تعرف به التقوى هي افعل ولا تفعل. ان يجدوك الله جل وعلا حيث امرك وان يفتخ لك حيث نهاك. ادي الحته اللي قال لك عايزك فيها تكون موجود فيه، والمكان اللي قال لك مش عايز تكون فيه يبقى لازم تغيب عنه. واضح الكلام هنا؟ خلاص ماشي. لان هي التقوى موجوده. لو قلنا ان التقوى هي الخوف يبقى انا ربنا سبحانه وتعالى ولكم في الحياه قصاص يقول الباب لعلكم تتقون لعلكم تخافون، حقا على المتقين حقا على الخائفين، لعلكم تتقون لعلكم تخافون. لا، الخوف انتوا في ترجمه للتقوى في الانجليزي قبل كده؟ فير فروم الله في حاجه تاني؟ هي دي الجمله اللي على طول خف اتق الله حيثما كنت بتاع سيدنا حديث سيدنا ابو ذر رضي الله عنه وارضاه، يبقى فير فروم الله سبحانه وتعالى مش عارف ايه. لا، التقوى ده علاقه راقيه جميله بين العبد وبين الرب تقوم على ركنين اساسيين، الركن الاولاني خوف والركن الثاني حب. الاثنين دول بيولدوا طاعه. الاثنين بيولدوا طاعة قائمة في النص، يبقى حب وخوف لا ينتج عنه طاعة، يبقى ده ادعاء. ولذلك
اما يعني تشوفه عايز يقول لك انا بخاف من ابوي، تسمع كلامه لا هو كذاب. ست تقول ده زوجي ده جبروت متكبر ده انا بخاف منه، بتسمع كلامه لا هي كذابه. نكون سرعاء، ده الواقع. اصل خوف طالما الخوف ينتج عنه طاعه بغض النظر يحب ام لا يحب، والحب ايضا ينبغي ان هو نفس النظام. وقت طفل بتحب ابوك بتسمع كلامه لا كذاب. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني، تعصي الاله وانت تزعم حبه، وهذا لعمري في القياس شنيع، لو كنت تزعم حبه ها لا اطعته ان المحبه. ولذلك عايزين تعرفوا الطاعه الحقيقيه في فتره الخطوبه بين الشاب والفتاه. لو قالت له ارمي نفسك البحر بيرمي نفسه البحر. ساعه ما بيتجوز عدت سنه هو خلاص انقلب الامر، مش ده الواقع؟ بيبدا كل واحد يظهر على الحقيقه بتاعته، لكن في المرحله الاولانيه حب بغض النظر بقى حب اعمى، حب مفتح، حب لابس نظاره، مش فارقه كتير، لكن دي الحقيقه حب. ولذلك تجد احيانا في المرحله الاولانيه ممكن تقول له ابوك وامك، يقول لها ما تيجيش دعوه سيبك من ابويا وامي، ده انت الدنيا والاخره وانت الدين والمله والشريعه. هو هذا الحب صادق، لكنه بعد كده بيجي ينقلب الامر. يبقى لعلكم تتقون، التقوى هي الخوف وهي الحب. اياما معدودات، اياما معدودات دي عايد على ايه؟ على الصيام. ممتاز، يبقى الصيام ايام معدودات ماهوش اشهر، وانما فقط مجرد ايام معدودات، ايام معدودات. فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. المريض المسافر فعدة من ايام اخرى، فعدة من ايام اخرى، يبقى ده يجوز له الفطر رخصة ام وجوبا؟ ها رخصة ام وجوبا؟ ها سكتوا ليه؟ رخصة. صح رخصة. قال بعض السلف بل وجوبا لقوله تعالى فعدة، اي فيجب عليه عدة، لكنه قول ضعيف. ليه؟ قول مردود، لان النبي عليه الصلاه والسلام فسر هذا، النبي هو اللي فسر الكلام ده للصحابه، النبي صلوات الله وسلامه عليه فسر، لان هو المسافر له رخصه، والنبي كان بيصوم وهو مسافر، مش ده حصل؟ والصحابه كان بيصوموا هم على سفر. فعده من ايام اخر. وعلى الذين يطيقونه فديه طعام مسكين. يعني ايه وعلى الذين يطيقونه؟ يبقى اللي يتحمل الصيام ويقدر يفدي. لا يستطيع ولا يستطيع؟ طيب يطيقونه تبقى بمعنى عدم الاستطاعة ولا بمعنى الاستطاعة؟ طيب يبقى ازاي تقول لا يستطيع؟ هي فيها اشكالين، صح ولا لا؟ وعلى الذين يطيقونه المعنى القريب يبقى يصوموا. الذي يطيق يصوم، مش كده ولا ايه؟ القادر يصوم ولا القادر يطعم؟ في اشكاليه. انتوا عاملين توافقوني وترجعوا وتهزوا في راسكم. انا ماليش دعوه باللي يصوم، انا بقول كلمه يطيق هنا. دول اللي قادرين ولا العاجزين؟ لا القادرين. القادرين. انا عندي طاقه. انا عندي طاقه، اصوم ام لا اصوم؟ يبقى قالوا اولا عشان يتم فهم الايه، قال بعض العلماء وعلى الذين يطيقونه هنا لا محذوفه وتقدير الكلام وعلى الذين لا يطيقونه. طب ليه نحط لا البي محذوفه ليه؟ وعلى الذين يطيقونه فديه طعام مسكين. كمل الايه المعنى يتضح. فمن تطوع خيرا فهو خير له، وان تصوموا خير له. يبقى الناس دي المرحله الاولانيه في الصيام، اللي قادر يصوم ومش عايز يصوم لان الصيام على التخيير، يبقى يعمل ايه؟ فدية طعام مسكين. وضحت الان ولا لسه شوية؟ ها تاني اقول تاني. وعلى الذين يطيقونه دي مرحلة اولانية، دي المرحلة الاولى. الصيام في المرحلة الاولانية كان على الالزام ولا على التخيير؟ على التخيير. يبقى اللي قادر على الصيام، اللي قادر على الصيام ومش عايز يصوم، ربنا بيقول له عليك فدية طعام مسكين عن كل يوم. خلاص ده في المرحلة مين؟
الأولانية، الأولانية اللي هي إيه؟ الصيام على بدليل قوله تعالى فمن تطوع خيرا فهو خير، وأن تصوموا، وأن تصوموا هنا أن اللي هي أن المصدرية والفعل اللي بعدها جماعة بتوع اللغة العربية بيقولوا بمعنى المصدر، وأن تصوموا بمعنى صيامكم خير لكم، صيامكم يبقى ربنا بيقول لهم صيامكم خير لكم إن كنتم تعلمون. دي المرحلة الأولانية، اتفقنا كده؟ طبعا البعض بيقول أن هذه الآية منسوخة، طبعا منسوخة بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر منسوخة، منسوخة. بعض العلماء قالوا لا مش منسوخة، منسوخة ليه؟ ما هو مش قادر يصوم ما زال برضه بعد كده، ما زال اللي هو المريض والحامل والمرضع الفدية قائمة وموجود. فهي وإن سقطت عن طائفة من الناس، وده الأصل اللي هم الجمهور، جمهور الناس اللي هم أصبحوا قادرين، أوجب الله جل وعلا عليهم الصيام، فهذه ما زالت قائمة، أو هذا الحكم ما زال قائما لمن لا يستطيع الصوم وهو الكبير في السن، الشيخ الكبير والمرأة العجوز. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هو القرآن الكتاب الوحيد اللي أنزل في رمضان؟ لا، ليس القرآن وحده الذي أنزل في رمضان، وإنما كل الكتب السماوية نزلت في رمضان، حتى قال في أول ليلة صحف إبراهيم، أول ليل 6 خلون ل13 خلون ل24 ترتيب القرآن الكتب السماوية، صحف إبراهيم والتوراة والإنجيل والقرآن. لكن تبقى إشكالية هنا أيضا، هو شهر رمضان القرآن نزل في شهر رمضان ولا نزل في 23 سنة؟ وده معنى أن القرآن نزل في شوال وذي القعدة وذي الحجة وصفر و إلى آخره، مش كده؟ وهو نزل في رمضان ولا إن أنزلناه في ليلة مباركة ولا إن أنزلناه في ليلة القادر؟ أني واحدة في الثلاثة، ها؟ إيه رأيكم في الكلام ده؟ الثلاثة كلهم في رمضان، يبقى نزل في ليلة القدر اللي هي الليلة المباركة في شهر رمضان، ده كلام جميل. طب بقى نزل في 23 سنة ولا نزل في ليلة واحدة؟ ها؟ نزل جملة وبعدين نزل في 23، كلام جميل. بس ممكن ناخد كمان قول؟ ابتدأ النزول في ليلة القدر في شهر رمضان، ها؟ تمام؟ يبقى إن أنزلناه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، يبقى ده ممكن يكون المعنى واحد إن النزول هنا الإيه؟ البدء، بدء النزول. وإحنا عارفين كلنا اقرأ لما نزلت على النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وجيه بقى سيدنا جبريل كان في شهر إيه؟ رمضان، في شهر رمضان. يبقى واحد بداية النزول كان في رمضان، هذا قول. القول الثاني اللي هو قالوا لا لا لا، القرآن له تنزلات، ومن ضمن التنزلات أنه نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العز في السماء الدنيا، ده كلام سيدنا عبد الله بن عباس، جملة. إمتى الكلام ده؟ في شهر رمضان، وبعدين بعد كده بقى إيه؟ في 23 سنة نزل في شوال وزي القعدة وزي الحجة، ونزل في كل على مدار 23 سنة. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ألا احنا الايه اللي قبل ديت واللي قبلها الكلام كله كتب عليكم الصيام اياما معدودات، ايه اللي خلى شهر رمضان؟ مش كان ممكن ربنا يقول كده على طول فمن شهد منكم الشهر فليصم؟ ايه علاقه رمضان هنا؟ ليه جه؟ ايه اللي دخل رمضان في النص؟ ايه اللي دخل رمضان في النص؟ لسبب ايه؟ السبب الاولاني ان ربنا عم بيقول لهم رمضان له علاقه قويه ب القران، يبقى رمضان ده حدث أو بمعنى أدق وعاء زمني، هذا الوعاء الزمني يجمع بين أمرين، بين الصيام وبين القرآن، بين الصيام كعبادة وبين القرآن باعتبار أنه نزول، بداية نزول، وباعتبار أن الصيام الحقيقي لابد أن يتخلق فيه الإنسان بأخلاق إيه؟ بأخلاق القرآن. يبقى ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام في كل سنة يجي كده حلقة خاصة مع سيدنا جبريل عليه السلام، يراجع كل يوم كده قدر معين من القرآن، فيختم سيدنا جبريل مع سيدنا النبي القرآن مرة، حتى إذا كان العام الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم ختم القرآن كم مرة؟ مرتين قال، وكان هذا إعلام بأن
أن موت النبي صلى الله عليه وسلم قد اقترب. فدي العلاقة بين القرآن وبين رمضان اللي هو شهر الصيام. بعض السلفي كانوا يكرهون أن يقال شهر رمضان، وأنا لا أدري من أين أتوا بهذه الكره. الآية معنا هي بتقول شهرها رمضان، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من قام رمضان، من صام رمضان. فحنا بتبقى في بعض الأقوال، هذه الأقوال تقال تحكى، لكن بما لا تخالف القرآن والسنة نركنها على جنب على طول. فربنا بيقول فمن شهد منكم الشهر فليصوم، يبقى دي نسخت إيه بقى؟ فمن تطوع خيرا وأن تصوموا، وأن تصوموا خير لكم وأن تصوموا، دي نسخت هذه. ومن كان مريضا أو على سفر، يبقى هنا إيه؟ فعدة من أيام أخر، لسه قائمة موجودة، فعدة من أيام أخر. ألا يبقى الصيام في المرض وفي السفر جائز أم غير جائز؟ تاني، الصيام في السفر وفي المرض جائز أم غير جائز؟ جائز. جائز لوحدها ما تنفعش، جائز لوحدها ما تنفعش، جائز ما لم يتحصل ضرر. لكن ما نقدرش نقول جائز. ولو خد واحد، لو واحد خد الفتوى مننا الآن دلوقتي الصيام في المرض وفي السفر جائز، جائز. طب لو هو اصلا المرض بيزداد بالصيام، او السفر بيوجد الانسان نفسه في حال سفره، يبقى في هذه الحال نقول ان الصيام في السفر هو جائز ما لم يكن فيه ضرر. طب والفطر؟ دي رخصه. طب يعني وانا مسافر، انا راكب طياره والسفر بتاعي ساعه بالطياره، نص ساعه بالطياره، افطر؟ أفطر، أفطر، لأن السفر الصيام مرتبط بالسفر ولا بالتعب؟ ها؟ علة الفطر إيه؟ السفر مش التعب. تاني، السفر مش التعب، وإلا اللي كان بيسافر زمان 5 كيلو كان بيتعب، لأنه كان بيسافر ماشي على رجليه طالع ونازل وأرض وحر وإلى آخره. كان في بعض الاخوات بيقترحوا نلغي الدرس النهارده في المسجد علشان الجو حار. المسافه قد ايه؟ المسافه نص، مش عارف نص ميل ولا ميل. طب بتوع زمان، وبعدين ده احنا بسم الله ما شاء الله جايين ماشيين جنب حيطان وفي شمسيه، والحر بتاع هنا مش حر بتاع هناك، انتوا واخدين بالكم؟ لا لا، ف ده ممكن يكون عذر. ممكن، واللي عايز يقعد في البيت يقعد في البيت، مش اشكاليه. ولكن اللي غير وان تاتوا إن شاء الله خير لكم، إن شاء الله تعالى خير لكم بأمر الله، بأمر الله تعالى. فالشاهد في الكلام علة السفر، علة الفطر مش السفر، ركزوا معايا في دي. علة الفطر مش الإيه؟ مش التعب، وإنما السفر نفسه. لأن البعض بيجي أحيانا في كل سنة في رمضان لازم يجي الواحد يتفلسف عليا. يقول لي أنا أركب الطيارة وأفطر؟ ده أنا قاعد في جو مكيف، أفطر؟ يعني أنا لو رايح من هنا مش عارف واشنطن أفطر؟ يا عم راكب طيارة إن شاء الله تكون راكب يعني مكوك فضائي. طالما أطلق عليه سفر يبقى يجوز فيه الفطر. طب ينفع صوم؟ صوم، لكن لا تلوم من أخذ بالرخصة في أفطر. النبي كان بيصوم، في بعض الأصفاد النبي كان صايم. قال الراوي الحديث بيقول فما كان منا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن رواح، الاثنين بس اللي صايمين. وفي مرة من المرات النبي كان في ناس صايمة وناس فطر، واللي فطرين قاموا يجهزوا الطعام، فقال النبي ذهب المفطرون بالأجر. يبقى قضية الصيام في حد ذاته ليست على الإطلاق. ولذلك الجماعة بتوع حمير اللي هم من اليمن لما جم للنبي وكانوا صايمين، فالنبي قال لهم ليس من إمبر إم صيام في مسفر، ليس من إمبر إم صيام في مسفر. أهل حمير بيحطوا بيبدلوا اللام مين، فمعنى الكلام ليس من البر الصيام في السفر. لهجات، والنبي كان خبير في اللهجات. طيب ازاي؟ ليه؟ لان دول جايين مسافه ايه طويله واجهدوا انفسهم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. يبقى هنا فمن شهد منكم الشهر يبقى الزام موجود. دي المرحله الثانيه من مراحل الصيام. يبقى الاول الصيام بالمناسبه اياما معدودات، ايام معدودات، قالوا صيام 3 أيام من كل شهر. وقيل ان الصيام اول مرحله كان صيام يوم ايه؟ عاشوراء، كان على الوجوب. فلما نزل الصيام، صيام رمضان،
قضي الأمر. الأول كانت أيام معدودات، ثلاثة أيام أو يوم عاشوراء، ثم بعد ذلك الصيام على التخيير، ثم بعد ذلك الصيام على الإلزام. طيب هنتكلم على الإلزام بس بشرط إيه؟ بشرط أن الإنسان يأكل ويشرب ويأتي الرجل زوجته أو تأتي المرأة زوجها، بشرط ألا ينام الإنسان، فإذا نام لا أكل ولا شراب ولا شيء. أو على سفر فعدة من أيام أخر. قلنا عدة هنا إيه؟ عدة من أيام أخر، هنا بقى للوجوب. هنا فعدة من أيام أخر دي للوجوب، لكن الوجوب هنا، الوجوب هنا في القضاء على التتابع أم يجوز على التفريق؟ يعني أخ كان على سفر، أخت كانت على سفر، أو كان مريضا، أو كانت مريضة، أو كان عندها عذرها فأفطرت خمسة أيام أو ستة أيام، أما تيجي تقضي ستة أيام على بعضهم؟ لا. ليه؟ ما الآية بتقول إيه؟ فعدة من أيام أخر، وشرط القضاء أن يكون على شكل الأداء. مش ممكن حد يقول كده؟ يعني لما بنيجي نقضي الصلاة، أنا قمت الصبح النهاردة متأخر فصليت الصبح بعد الفجر، بعد الشمس ما طلعت، يبقى لما صلي الصبح بعد الشمس ما طلعت هصليه ازاي؟ بنفس الكيفية. فالقضاء كالأداء في الصورة، هصلي ركعتين وأقرأ الفتح ولا أصلي ركعة ونص؟ طب أصلي ركعة وبعد ما أفطر أخذ الركعة الثانية أشرب القهوة في النص؟ يبقى القضاء كان إيه؟ كالأداء. نقول له الكلام ده في الصلاة، لإني أو في الحج، لإنه كله قطع في الصلاة كقطعة واحدة، الركعات ولا تتفرق، لكن الأيام الأصل فيها أنها متفرقة، لإن أنا عندي يوم وعندي ليل وعندي يوم وعندي ليل. ولذلك القول الذي عليه الجمهور عدة من أيام أخر، أي عدة في العدد وليست في التتابع، فعدة من أيام أخر. ولذلك جاء بعدها يريد الله بكم اليسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. اليسر فيه عشان لو انت مريض او تعبان او مسافر لك الفطر، عشان العجوز والكبير اللي ما يقدرش يصوم اطعم. طب الكبير والعجوز اللي ما يقدرش يطعم وما عندوش اصلا لا قادر يصوم ولا قادر يطعم، نقول له ايه؟ ها؟ نقول له ايه؟ لا، نقول له لا شيء عليه، نقول ما عندوش، مش قادر، ما عندوش، يبقى هو ما فيش صحة، خلاص اطعم. ما عندوش اطعام، مش قادر يطعم، نقول له ايه؟ لا شيء عليه، مش اذا اخذ ما وهب رفع ما وجب، مش قادر يعمل اي حاجة، خلاص ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج. ليه؟ لانه ما عندهمش صحة، ما عندهمش القدرة. واحد عنده مال يزكي ولا ما يزكيش؟ طيب ما عندوش مال يبقى لا زكاة عليه. قصة سيدنا هلال بن أمية تقريبا، نعم هلال بن أمية في موضوع الظهار، ورجل آخر كان قد جامع زوجته في نهار رمضان، ولما راح للنبي عليه الصلاة والسلام النبي قال له تصوم شهرين، قال له ما قدرش، قال له تطعم 60 مسكين، تعتق رقبة، قال له والذي بعثك بالحق ما أملك إلا هذه، ده ما عنديش رقبة، دي أجيب رقبة منين؟ قال له تطعم 60 مسكين، قال له ما عنديش، قال له اقعد. فجلس، فلما جاء إلى النبي قال واحد كده بتمر، قال له خذ فأطعمه 60 مسكينا، قال على أفقر مني؟ فوالذي بعثك بالحق ما بين لابتي من هو افقر من؟ قال له خذه واطعمه، خلاص خذه لك. يبقى الراجل ده عمل ايه بقى؟ هل اعتق رقبه؟ هل صام 60 يوم؟ هل اطعم 60 مسكين؟ ما اطعمش. قال بس ده عمل ده اتى بما يوجب الكفار، لانه لا يملك فلا شيء. ودي يريد الله بكم اليسر ولا، واحنا خدوها قاعده ثابته كده. وحتى دي على فكره بالمناسبه في الجماعه، عند الجماعه بتوع الساينس في قاعدة في عندنا مشهورة بتسمي الأمر إذا ضاق اتسح، والمشقة تجلب التيسير، والضغط بيولد الانفجار. مش كده ولا ايه؟ انت هتنك تحط الواحد التاني يحطه على زوجته ويحطها، لا، الواحد التاني يحطها الواحدة تحط على زوجها على زوجها لحد في الآخر ما بينفجروا الاثنين. مش ده الواقع؟ لأن دي فعلا حتى في شرع الله جل وعلا، في شرع الله جل وعلا الامر لما بيجي. وانا عايز اقول لكم يا جماعه والله ما ضاقت الا وفرجت. ولذلك لما تلاقوا العمليه عماله بدي كونوا على يقين ان فرج الله سبحانه وتعالى. نسال الله سبحانه وتعالى ان يفرج على الجميع. قولوا امين. اللهم امين.
ولتكملوا العدة يبقى يريد الله بكم اليسر. العجيب ان احنا في لما بنقرأ في القرآن نجد في سورة زي سورة الحج ربنا سبحانه وتعالى في سورة الحج يقول ايه؟ هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. في سورة المائدة لما اتكلم ربنا سبحانه وتعالى عن عن عبادة الطهارة يقوم يقول بعدها ايه؟ فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. يبقى الأمور الشرعية اوعوا تتخيلوا ان هي جاية لان الناس يعني تبقى في ضيق وفي حرج. اوعى اياه ده النبي كان عادته كده يعمل حاجة بعدين يقول ايه؟ لولا ان اشق على امتي لولا، لاني اصلا 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 الشريعة الإسلامية جاية لرفع الحرج والمشقة عن الناس، لرفع الحرج والمشقة عن الناس. ولذلك كانوا زمان يقولوا ايه؟ يقولوا اصل الحجاب فيه مشقة. طب هتقولي واحدة في اوروبا كلها في فصل الشتاء ما بتبقاش متحجبة. حجاب سموه زي هم عايزين. اصل النقاب ده فيه اشكالية. والله انا في بعض الاوقات كنت بمشي بأفاجأ اظن ان قدامي مسلمه منتقبه وافاجئ ده شعرها اسود وهي لابسه بتاع الماسك الاسود ده وماسك واثنين الان مش كنتوا بتقولوا دي حاله من حالات التخلف وحاله من حالات الضيق وحاله من حالات الحرج وحاجه من حالات يا سلام على النصب والاحتيال. والله نصب واحتيال، نصب واحتيال. الدكتور النهارده وهو داخل غرفه العمليات على طول بيخش غرفه العمليات لابس ايه الدكتور؟ والممرضه لابسه ده ما لكوش دعوه بكورونا، ما هو لابس واقف بال 12 ساعه. هل الماسك بتخفيف السين مش كده ولا ايه؟ خدت بال حضراتكم عشان ما حدش فشاهد الكلام. نلاقي الداخل 12 ساعه، بعض العمليات 24 ساعه. انا جالي سؤال في فتره كورونا، كان ده احد الاخوه واحد من الشباب بيعمل رسالة ماجستير عن موضوع كورونا، أنا كتبت الحمد لله يعني في كتاب عن كورونا كان صدر. كان بيقول لي في مسألة دكتور عايز أخذ رأيك فيها. بيقول لي ما حكم الأطباء اللي هم كانوا يقعدوا في داخل غرفة العمليات 24 ساعة؟ قال لي بعض الأطباء اضطروا للبس أعزكم الله البامبرز. تخيلوا إن الخروج مستحيل، ما يقدرش يطلع. قال فهل في هذه الحالة يجوز ده؟ وضعه ايه؟ طهرته ازاي؟ يتوضى ازاي؟ يصلي ازاي؟ فدي اشكالية. انا عايز اقول ان في احيانا ما انتم بتعيشوا الظرف اهو، فلا تعيبوا على الناس ما هم فيه، لان هذا شرع الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا لو يعلم ان في الامر حرج والله ما فرض، والله ما فرض. في مشقة خلي بالكم، في مشقة ولا ما فيش؟ في مشقة، لكنها مشقة بقى الشاهد بقى مشقة تطاق أم لا تطاق؟ مشقة تطاق. النهاردة تبقى ماشي والناس لسه ما زالوا حتى الآن دلوقتي بضرب إنهم رفعوا موضوع الحرق، موضوع الماسكات دي لابسين ماسك واتنين لحد الآن، أصل بالمزاج وبالكيف. ده بقى بيعطل العقل؟ لا أبدا لا يعطل العقل. يبقى هنا بنقول يريد الله بكم اليسرى. ولذلك شوف النبي عليه الصلاة والسلام قال لي سيدنا معاذ بن جبل وابو موسى الاشعري لما بعتهم لليمن قال ايه؟ يسرا ولا تعسرا. وخاطب الامه قال يسروا ولا تعسروا، وقال عن نفسه بعثت بحنيفيتي السمحه. وليعلم يهود ان في ديننا فسحات، دي يعني دي طبيعه الدين. يبقى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العده. يبقى تكملوا العده سواء بقى العده بقى كملت صياما او كملت اطعاما او كملت صياما واطعاما، يبقى الاصل اكمال العده. والعده تكتمل اما رمضان بيكتمل اما برؤيه الهلال حتى وان كان 29، فان غم على الناس بيكملوا 30 يوم. ولتكبروا الله على ما هداكم. العجيب ان ربنا بيعلمنا حاجه قوي، ركزوا معايا كده. فاذا قضيتم مناسككم ها فاذكروا الله، هنا معانا ولتكملوا العدة ولتكبروا الله في سورة الجمعة.
فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ها واذكروا الله. ذكر الله قائم. ولذلك لما بيسأل النبي في بعض الحديث يسأل مع السلام أفضل الصدقة، أفضل الناس المتصدقين أكثرهم ذكرى، القائمين أكثرهم ذكرى، المصلين أكثرهم ذكرى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم عايز تكون من أفضل الناس في كل حاجة يبقى تكون إيه؟ أفضلهم ذكرى. ولذلك أنا أتمنى وإحنا قاعدين في مجلسنا الخاصة كده خلي الناس بتتكلم وكل ما تفتكر ربنا قول لا إله إلا الله، صلى على النبي، استغفر ربنا، وأنت قاعد في وسط القعدة كده يبقى الناس كده بتتكلم، حتى إذا كانت القعدة قعدة جيدة وطيبة وجميلة وليس فيها، لكن أنت برضو إيه؟ ها؟ مشغول بذكر الله، اذكروا الله حتى يقال انكم مجانين، حتى يقال انكم مجانين. خلي قاعد بيتكلم يتكلم كده فجاه كده سبح كده مره اثنين ثلاثه عشرة على قد ما تقدر، بس مش معنى الكلام ده بقى اخ ولا اخت يروح بعد كده الناس تكلمه ويقعد يسبح ويطنشه، لا، اذا كان الكلام سياق عام والناس قاعدين فلا مانع من الانسان يذكر الله جل وعلا بما شاء من الكلام. ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، اي تشكروا الله جل وعلا على نعمه التمام وعلى نعمه الكمال وعلى نعمه الصيام وعلى نعمه القران. واذا سالك عبادي عني خلي بالكم، اذا ايه الفرق بين اذا وان؟ اذا وان في الانجليزي اف الاثنين بيفيدوا الشك، الاثنين بيفيدوا الشك، لكن اذا كان الامر كثير الحدوث تبقى اذا، واذا كان الامر نادر تبقى ام. ولذلك في سوره الحجرات يا ايها الذين امنوا ان جاءكم ولا اذا جاءكم فاسق، ليه؟ مش دايم، والا لو اذا جاءكم فاسق يبقى ده ايه؟ دي سوره عامه قائمه في المجتمع، وان حييتم بتحيه ولا واذا حييتم ها وإذا لو إن يا جدعان أكيد وإذا وإذا حييتم. ليه وإذا؟ لأنها متكررة. ما هو أنتوا لو ربطتوها بالتكرار هتيجي على طول. أنا عايزك تاخد القاعدة، يبقى وإذا حييتم بتحية، لأني الصبح بتحيي والظهر بتحيي وإذا قابلتني بتحيي وبعد شوية بتحيي، يبقى دي على طول لأنه متكرر. هنا بقى وإذا سألك، خلي بالكم صوت الحجرات، وإن طائفتان ولا وإذا طائفتان من المؤمنين. ليه وإن؟ لأن ده مش ده الأصل، وإن لو ده الأصل ما بقاش مجتمع مسلم. يبقى منين نقول بقى بعيد عن القرآن، إذا اتخانقنا مع بعض ولا إن اتخانقنا مع بعض؟ بس الواقع بتاعنا إذا اتخانقنا مع بعض، مش ده الواقع المر. إذا اختلفنا ولا إن اختلفنا؟ إذا اختلفنا. ليه؟ لأن ده أصبح الديدن والأصل. يبقى ربنا هنا بقى برضو الكلام ده انا عايز اصل ايه؟ واذا سالك عبادي عني ان السؤال ده ايه؟ ماله؟ ما هو متكرر على طول صباح مساء ليل نهار صيف وشتاء في العسر واليسر في النشاط والمكره في الاخذ وفي العطاء كله. يبقى واذا سالك عبادي عني يبقى دي تفيد التكرار. خلي بالكم خدت بالكم من دي مهمه جدا. طيب واذا سالك عبادي عني، هم الصحابه كانوا قالوا للنبي اقريب ربنا فنناجيه ام بعيد فنناديه. وخيل بان الصحابه كانوا ماشيين في طريق يعني قالوا ما صعدنا شرفا ولا هبطنا واديا الا كبروا الله جل وعلا وسبحوه. فالنبي لقى الصوت عال فيقوم النبي ايه؟ قال أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا وإنما تدعون سميعا بصيرا. في ولذلك شوف ربنا سبحانه وتعالى في أول سورة المجادلة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. بنقول إن دي لا سبب نزول. بعضهم قالوا بان الناس تسال النبي عليه السلام عن الله قريب ولا بعيد، فربنا قال واذا سالك عبادي عني فاني قريب واذا سالك عبادي عني فقل لا. اشمعنى دي؟ ويسالونك عن المحيط قل هو أهل. يسالونك ماذا ينفقون قل العفو. يسالونك عن الروح قل روح ربي. ويسالونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. قال لا. يسألونك عن الخمر والميسر قل. اشمعنى ديت؟
فيش وسطة. فيش وسطة. فيش وسطة. إذا أردت أن تقابل أحدا حدد لك موعدا أو حددت له موعدا، لكنك مع الله ليس هناك موعد، وإنما تدخل إلى الله في أي وقت شئت، ولا يمنعك عن الله جل وعلا مانع، ولا يحجبك عن الله حاجب، وليس بين العبد وبين الله جل وعلا واسطة، هو الله وأنت عبده، يبقى خلاص. ولذلك العبد اللي كان عمال مع أخوه، واحد عاصي واحد طائع والتاني عمال بيبكت فيه، ربنا هيعمل فيك، ربنا هيعمل، خلي بيني وبين ربي يا أخي، سيبني أنا وربنا بقى، خلاص لست عليهم بمسيطر. فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أجيب دعوة الداعي، في كلمة أجيب هنا بالمناسبة، هو أجيب دعوة الداعي ولا أسمع دعوة الداعي ثم أجيب دعوة الداعي؟ الأول الإيه؟ السماع، وبعد كده تأتي الإجابة. فكأن الله جل وعلا يقول أن الدعوة مجابة، الدعوة مجابة ما توفرت فيها الشروط، لكن مستجابة زي بقى سيبها، عشان ما فيش واحد يقول ده ما احنا دعين، الواد كان عيان والمرض اشتد، مش عارف الشركة كانت ماشية والشركة وقفت، الوظيفة كانت عاملة وربنا ما أرادش، لا اوعى، الأمر بيده سبحانه وتعالى يدبر لك ما فيه المصلحة. ولذلك بنقول دائما وأبدا أنت ما تشغلش نفسك، اوعى تشغل نفسك بشيء اللي ربنا قدره خير والحمد لله رب العالمين، ومحدش عارف. تفكرين قصة الغلام اللي هو بتاع سورة الكاف؟ ها؟ لو بقي هذا الغلام الله أعلم ماذا كان سيتم، الله أعلم. فأراد ربك خيرا منه زكاة وأقرب رحمة، لا خلاص قضي الأمر. فإحنا دائما وأبدا أحيانا يحدث شيئا فتظن أن فيه الشر، فيأتيك الخير وأنت لا تدري، وكم من خير كامن في الشر والناس لا يبصرون. فدائما وابدا سيب ان الضاره الموجوده قدامنا اللي احنا مش شايفينها، لا ادعي واترك الامور لله سبحانه وتعالى. فاني قريب، مش اسمع، لا، فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان، برضو اذا دعان، لان المفترض انه على طول فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يبقى الاستجابه والايمان للاوامر الله والايمان بما جاء به رسول الله، هذا يحقق الرشاد للعبيد. احل لكم، هاخدها سريعا، احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم. دي بقى المرحله الاخيره من الصيام. يبقى الصيام المرحله اللي قبل دي كانت عباره عن ايه؟ صوم من الفجر لحد المغرب وكل، بشرط ايه بقى؟ الا تنام. فاذا نام لا اكل ولا شرب ولا علاقه، كل ده ملغي. فبدا الناس، ودول بشر وعلى فكره بالمناسبه كان في صحابه بتقفل على نفسها الباب وتاكل، كان في صحابه بتقفل على نفسها الباب وتاكل، وكان في صحابه بتقفل على نفسها الباب وفي علاقه، ولذلك هتيجي الايه بعد كده. فربنا بيقول لهم وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، اللي هي العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. لو حد حب يترجم دي هتبقى إشكالية، هن كروز لكم وأنتم كروز لهن، ولا إيه؟ كلمة لباس ديت يعني شيء، ده ستر، دي حاجة، ستر حاجة، الجمال حاجة، القرب حاجة، اللصوق حاجة، الحماية حاجة. شوف تعال ناخد الثوب، أي واحد لابس ثوب، الثوب اللي هو لابسه أقرب حاجة لجسمه إيه؟ ثوب. يبقى أقرب حاجة للإنسان زوجته. الإنسان لما بيلبس الثوب عبارة عن إيه؟ عن الستر. يبقى الزوج والزوجة الاثنين ستر لبعض. الثياب صورة من صور الجمال، الإنسان بيتزيا ويتجمل وزاد كل حريص يلبس إيه والشكل إيه واللون إيه. يبقى المرأة جمال لزوجها والراجل جمال لزوجته. إيه كمان؟ ها؟ قلنا إيه تاني؟ يبقى القرب، القرب، وقلنا اللصوق، وقلنا الحماية، وقلنا الجمال، وقلنا الزي، كل ده الأصل، إن الراجل بهذه المواصفات لزوجته والمرأة كذلك بهذه المواصفات لزوجها. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، ودي عدالة، مساواة وعدالة، لأن غير مقبول أن الرجل يكون لباس لزوجته وزوجته ليست لباس له، أو أن المرأة تكون لباس، تكون المرأة لباسا لزوجها وزوجها ليس لباسا له.
الرجل مش معقول ان الرجل يحمي زوجته وزوجته لا تحميه، او المرأة تكون اقرب الناس لزوجها وهو ينفر منها. ده كله نوع من انواع الخطأ في الفهم. وبالمناسبة الخلل ده قائم عند كثير منا كمسلمين، صح ولا لا؟ سواء رجال او نساء. العيب في الاسلام كاسلام، في الشريعة كشريعة، ولا العيب فينا احنا كبشر؟ العيب فينا احنا كبشر. ولذلك احيانا نحن نصد الناس عن دين الله جل وعلا. احنا نصد احيانا كده يبقى عم الشيخ ماشي في الطريق وهو يسيء الى شرع الله جل وعلا. ولذلك دائما بنقول اني صاحب اللحية، الاخت صاحبة الحجاب، صاحبة النقاب، لابد ان هي تدرك وهو ماشي بيتحرك كده في الطريق ده بيمثل الاسلام، فلا يؤتى الناس من قبله. وتلاحظوا دايما قلت لكم الكلام ده مره واقوله كل مره، الاخت من اول ما بتلبس الحجاب ولا النقاب بتاعها وهي طالعه من البيت دعوه لله تعالى، تؤجر على من اول ما هي طالعه لحد ما تعود، سواء بقى قالت قال الله او ما قالتش قال الله، قال الرسول او ما قالتش قال الله او قال الرسول. فينبغي ان هي تدرك هذا من داخلها، انها مع الله وانها داعيه لله سبحانه وتعالى. علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. يبقى ده بيدل على ان الصحابه كانوا بيعملوا ايه بقى بعد ما يناموا؟ بيقوموا ياكلوا يشربوا يعملوا اللي هم عايزين يعملوه. الصحابه يعملوا كده؟ الصحابه يعملوا كده، هم مش بشر ولا ايه؟ بشر وعادي وطبيعي يخطئوا ويرجعوا. ولذلك ربنا قال ايه؟ علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. كان من ضمن سيدنا مين؟ لا، كان الاساس الاول سيدنا عمر كان موجود، نفس المجموعه دي كان فيها عمر كمان. هنقول قصه الصحابي عبد الله بن سرمه رضي الله عنه وارضاه. عبد الله بن سرمه لما راح في العمل، وعارفين ان الانصار والانصار كانوا مزارعين، وهو راح الراجل تعبان من البيت، وصل البيت في طعام ما فيش طعام، راحت خرجت لتبحث له عن طعام، جاءت فوجدته قد نام، قالت له بقى خيبه الله، روح الله يا الله يخيبك. شوف الجمال بتاع الصحابيه، هي كلمه خيبه الله ليس من باب الدعاء، هي يعني ده بيسموها يعني جمله على سبيل التحسن، على سبيل التحسن. يعني احيانا ممكن الاخت ابنها عمل حاجه فتقوم تقول له ايه؟ منك لله، منك لله. هو النبي عليه الصلاه والسلام لما قال سيدنا سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه ثقلتك امك يا معاذ، كان بيدعي عليه. هي هذا ليس دعاء، وانما يقال هي جمله دعائيه، لكن لا تقال على سبيل، لا تقال على سبيل، على سبيل الدعاء. علم الله انكم كنتم تختنون انفسكم، يعني في الماضي عارف اللي ايه اللي بيدور في السر، فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. يبقى خلاص الان رفع هذا الامر، نسخ هذا الامر، ابتغوا ما كتب الله لكم من العلاقه بين الرجل والمراه، وكلوا واشربوا الطعام والشراب. واحنا قلنا ان مبطلات الصيام ثلاثه، اكل وشرب وايه؟ والعلاقه الزوجيه اللي هي الجماع، وافساد النيه ده يعني لو فسدت النيه ايضا هذا من المبطلات. حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، يعني ضوء النهار وسواد الليل، فيبين ضوء النهار من سواد الليل. وطبعا عارفين قصه سيدنا مين؟ ها؟ عدي ابن حاتم رضي الله عنه وارضاه، لما قعد وسمع الايه خد الخيطين، ادي خيط ابيض وادي خيط اسود، وحطهم تحت المخده، يقوم لسه قاعد عمال بياكل، راح للنبي قال ان وسادك لعريض، قالوا هذا دليل على البلاده، لكن هذا لا يصح النبي عليه الصلاه والسلام يقول مثل هذا الكلام. قالوا ان وسادك لعريض، يعني الليل بتاعك ايه؟ طويل قوي قوي قوي، ان انت بتطول فيه. ثم بعد ذلك قال ربنا جل وعلا ثم اتموا الصيام الى الليل. هنا اشكاليه، دي موجوده عند الشيعه، ثم اتموا الصيام الى الليل. احنا بناكل لحد الليل؟ هو ايه الليل؟ هو ثم اتموا الصيام الى الليل ولا ثم اتموا الصيام الى الغروب؟ هو دي الاشكاليه. يقول لك اصل الليل لا يبدا الا عند دخول الظلام. يقول لا لا لا، هذا كلامك انت. اما تعريف الليل عند علماء اللغه وفي المصطلح الشرعي، الليل يبدا بالغروب، ساعه الغروب ما بدا الليل، بدا الليل انتهى الموضوع، واذا جاء الفجر خلاص ذهب الليل وجاء الفجر ولا طلع الفجر زي ما بيقول.
هنا نقول لهم لا، لا بد من الأكل. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم من سنته تعجيله وتأخير السحور، نعجل الفطور ونؤخر السحور، ودي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى ثم أتم الصيام إلى الليل، أي إلى بداية الليل، وبداية الليل إنما تكون عند غروب الشمس، ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. إيه اللي جاء من اعتكاف فين؟ لأن الاعتكاف مرتبط بالصيام، والنبي كان دائما أبدا يعتكف في شهر رمضان، حتى قال بعضهم أنه لا اعتكاف في غير رمضان، وهذا غير صحيح، لأن النبي اعتكف مرة في شهر رمضان، وبعد أول ما اعتكف دخل كده لقى أمهات المؤمنين يعني ضربت كل واحدة منهن الخباء بتاعها اللي هي الخيمة بتاعتها، وقاعدة منتظرة قاعدين في قلب الجامع. فقال النبي ماذا أخبروا؟ قال لا لا أحل هذا. ثم خرج النبي من معتكفه وقضاه في شهر شوال. يبقى لو كان الاعتكاف في رمضان نقول له لا، وإنما الاعتكاف في رمضان وفي غيره. ثم كان بعض الناس إذا كانوا في اعتكافهم خرجوا إلى بيوتهم، فأخبرهم الله جل وعلا أنه لا علاقة بين الرجل والمرأة في حال الاعتكاف. طبعا العلاقة مش تكون في المسجد، وإنما العلاقة في البيت، حتى من كانت في البيت فهذا مبطل للاعتكاف، مبطل له. ولو كان نذرا يبقى يبدأ الاعتكاف من أول ثاني. تلك حدود الله ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوا. وإياكم أن تأتوا إلى هذه الحدود. هل هذا يتعلق بالصيام أم يتعلق بمباشرة النساء في الاعتكاف؟ هذا جائز وهذا جائز، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. لأن التقوى هي دي النجاة، سفينة النجاة هي التقوى. ثم يختم هذا الربع بقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. بعض الناس بيبقى لهم أموال عند بعض الناس، وقد يكون بعض الناس اللي هم لهم المال ليس عندهم ما يثبت هذا الأمر. فربنا بيقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ده باطل. وبعدين نظرا لأن البعض بيبقى مآمن للطرف الثاني، ففيش معاه ورقة، فدوك يروح للحاكم يقول له يجيب ورقة، فما فيش ورقة، فيضيع الحق، فيحكم الحاكم لمن لا مال له. الحاكم يقول لأن الحاكم يحكم بورق، بأدلة، ببراهين. وبالمناسبة الحاكم لا يحكم بعلمه، يعني الحاكم لو شايف هذا لا يعتبر شاهد. دي قاعدة كده يقول لك الحاكم لا يحكم بعلمه، وإنما بيحكم بالإيه؟ الأدلة والبراهين الموجودة قدامه، وبالتالي هيروح. وبعد حديث النبي عليه الصلاة والسلام ولعل أحدكم إنكم لتختصمون إلي ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه، فمن حكمت له فإنما أقتطع له قطعة من النار، فليأخذ أو ليدع. لأن الحاكم النبي يقول لهم أنا بشر ممكن أخطئ في الحكم، ليه؟ لأنه بيحكم بماذا؟ أدلة وبراهين موجودة قدامه. فربنا بيقول اوعى اياكم حذاري ان تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون. انتم تعلمون ايه؟ وانتم تعلمون عقاب الله ممكن، وانتم تعلمون ان هذا المال ليس من حقكم، هذا من. فاياكم ان تصلوا الى هذا الامر. اكتفي بهذا القدر ان شاء الله تعالى، واسال الله جل وعلا ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يغفر لنا ذنوبنا، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم، في أسئلة؟ لو في أسئلة خلينا نشوف الأخوات. فصلت ولا لسه؟ اللي انتوا شايفينه لا وصل بين العبد والرب. اتفقوا على حاجة انتوا الاثنين. طيب الكلام اللي كان موجود لا علاقة له بمن يعني خلصناه خلاص. اللهم صل على محمد عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. طيب في حد من الأخوات ما عنده أسئلة؟ Thank you.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. حضرتك قلت الصيام، يعني بعد كده انت مستقبل الصيام ده اختياري مش اجباري؟ ده في الاول. ده في البدايه دي كان زمان اختياري، اللي يصوم يصوم واللي ما يصومش ما يصومش. يا ريتنا كنا في الوقت ده والله. انت كنت بتقول ده ليه؟ لان كنا نبقى مع النبي عليه الصلاه والسلام، دي اهم حاجه. وبعدين هو الواحد لما يبقى موجود في وقت رخصه، سبحان الله، نعمه من نعم الله سبحانه وتعالى. لكن الاجمل في هذا اننا نكون مع النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. طب في سؤال اخت اوراق زهريه تقول سؤالي هو انا في الفتره الماضيه رايت في منامي، الله اكبر، انني ما اعرفش اوراق، انا قلت ظنته اخت لكن بيقول انني منذبح فدو كبش، ولا بنذبح فدو كبش في منزلنا، هل يجوز ان نذبح بدل من الكبش غنما، ولا لازم يكون مثل الذي رايته في المنام وشكرا؟ لا والله مش لازم تذبح حاجه خالص، الا المنام لا يكون، يعني لا يجب على الانسان تبديله الا اذا كان نبيا او اقره نبي. فلا الله يكرمك او يكرمك، لا تذبح الى كبش ولا غنما ولا حتى دجاجه، الا اذا كان من باب يعني ربنا موسع فتوكلوا على الله سبحانه وتعالى. لكن هذا له تاويل غير موضوع بقى الحكم هنا ان شاء الله تعالى. اسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم ان شاء الله. طيب في اسئله هنا؟ تفضل. نعم. خلو يعني مضت. خلت يعني مضت، او خلونا يعني مضت. مضت ومرت. نعم. صحف سيدنا ابراهيم، ده حديث عند الامام احمد وحسن الالباني، ان صحف ابراهيم نزلت في اول ليله من رمضان، التوراه في ست مضين او خلون من رمضان، الانجيل 13، القران 24. بالترتيب كده 1 6 13 24. كنت قاعد بقول ما بقتش 12 ليه، بس احنا مش قاعدين بنحسب يعني، اصل مضاعفات، بس جت عندي 13. 1 6 13 24. وحتى لو 13 كان المفروض يبقى فيه كام؟ 18، بس ما جتش 18. طيب الاخوات، حد ما حدش رافع ايده؟ في اسئله ثانيه؟ ده كده في البقرة دي، في الدنيا والآخرة. لا في الآية وبعد كده تاني في الدنيا والآخرة. لا هي آية البقرة دي هذه لوحدها لها معنى ولها كلام هنتكلم عنه لما نيجي عندنا. لكن في حاجات تانية، مثلا دي قول الله سبحانه وتعالى في سورة الزمر، فيها رجال لا تلهيهم تجارة، وكما في قول الله سبحانه وتعالى اللي هو في سورة هود، فكيدوني جميعا. لا في من دون الله. لا بتقول ايه؟ شوف كده. في كمان يا دكتور، اذ الاغلال في اعناقهم والسلاسل يسحبون في النار، في الحريم ثم في النار. نعم. هو اولا هل الايات، السؤال عموما، هل هذه الايات اجتهاد من الصحابه؟ ام هو امر توقيفي بحيث النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يفعل هذا؟ الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا، لكن لو قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا، إذا لماذا الاختلاف؟ القرآن 6236 آية، ده مشهور، عدد الآيات عند الكوفيين، عند أهل الكوفة، غير عدد الآيات عند أهل البصر. ده احنا عندنا حتى الفتحة نفسها مختلفين فيها. خلينا نكون صرحاء مع بعض، الفتحة كم آية؟ سبعة. ها؟ سبعة. ستة ده من أضعف الأقوال، لأن لو كنا لقد أتيناك سبع من المثاني والقرآن العظيم، سبع من المثاني الصحيح هي سورة الفاتحة. وحتى لما جم قالوا ستة ده رأي ضعيف، سبعة ده الأصل. طب لما جم عندي سبعة
هي بسم الله الرحمن الرحيم آية ولا لا؟ آية ولا؟ فمن قال نعم بأنها آية يبقى إن لو قلنا آية لا مش شايف، يبقى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية. اللي جه قال لك لا، قال لك لا واضح، احنا خدنا الكلام ده. يبقى الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم آية غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية، عشان يمشي معه. ولقد أتيناك سبعا سبعا من المثاني والقرآن العظيم. أنا أقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ القرآن، وكان كما جاء في وصفه كان يقرأ القرآن ويقف عند رأس كل آية. لكن أحيانا النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الآيات يقف عند رأسها أو يقف لنفسه، فيظن البعض أنها آية، فتحسب آية في بعض الحاجات. لكن تبقى الإشكالية هنا في ماذا؟ تبقى الإشكالية هنا في الآية بتاعت في الدنيا والآخرة، لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، دي لها معنى آخر، وهأتي دي في ربع يسألك عن الخمر والميسر، هنتكلم لما نيجي عندها إن شاء الله عز وجل. نعم، في حد ثاني؟ تفتح تفتح و مفتوحة أو ساكن؟ لا الأصل لا، هي هذه بعيدة عن التأنيث. الشين أحيانا فتحها وتسكين وفيها لغات، تقرأ هكذا وتقرأ هكذا، والمعنى واحد في الاثنين، والمعنى واحد في الاثنين. لا لها وبرضه هجل، أنا جاي لها قريب بأمر الله تعالى. تلك عشرة كاملة. احنا بنتكلم على الشين، دي لا علاقة لها بالحكم الإعراب، هذه بالحكم بالصرف الكلمة. دي هنتكلم عنها لما نيجي شين بالفتح وشين بالسكون، دي هنتكلم عنها لما نجي بأمر الله تعالى. لكن هي في الأصل أنها تقرأ هكذا وتقرأ هكذا، وهذه يعني لهجة وهذه لهجة، واستخدمت هنا واستخدمت هنا، ولا بأس إن شاء الله. طيب، أليست الشهور العربية أرخت بعد سيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وسيدنا داود، فكيف نزلت في شهر رمضان؟ لا، مين اللي قال الناس أرخت بعد سيدنا إبراهيم؟ ربنا بيقول في سورة التوبة إيه؟ إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا يوم خلق السماوات والأرض، يوم خلق السماوات والأرض. والشهور العربية إن هي أصلا موجودة باعتبار القمر، هي شهور قمرية مش مرتبطة بالقمر. بس يمكن لعل الأخت تقول بعد سيدنا إبراهيم أو بعد سيدنا إسماعيل، باعتبار الإيه؟ المسميات يعني ربيع، لأن قبل اللغة العربية ما يعرفها سيدنا إسماعيل، وقبل سيدنا إسماعيل أصلا سيدنا إبراهيم أصلا لم يكن عربيا، إبراهيم عليه السلام لم يكن عربيا، وإسماعيل أبو العرب، وإسماعيل تعلم العربية من قبيلة جرهم اللي هم جم على الماء لما نزلوا مع السيدة هاجر عليه السلام. لكن قبل ذلك قد تكون لها أسماء أخرى، لكن بعد ذلك أصبحت بهذا الأمر. طيب، لا، قيل من الأقوال أيام معدودات، لأن في بعض الأقوال إني كانت فيه أيام قبل رمضان هي المفروضة الصيام، وهي ثلاثة أيام. قالوا هذا كان مفروض في كل الملل وكل الشرائع، في كل الملل وفي كل الشرائع. وقيل أيام معدودات على اعتبار أنه شهر رمضان كله، حتى وإن كان 30 يوم لكنه أيام معدودات. الأخت مان سعيد بتقول الشين في أحد عشرة تكون مفتوحة إذا كان المعدود مذكر، وتسكن إذا كان المعدود مؤنث. ليس هذا، لا ليس بهذه الصورة، ليس بهذه الصورة إن شاء الله. نتكلم عنها يمكن لما نيجي إن شاء الله، وأتم الحجة جاية لنا المرة اللي جاية. تلك عشرة بفتحة، نعم، هنتكلم عنها إن شاء الله تعالى. طيب، تقريبا كده خلصنا إن شاء الله. جزاكم الله جل وعلا خير الجزاء، فتح الله جل وعلا علينا وعليكم، وإلى الملتقى في لقاء آخر إذا أحيانا الله وأبقانا في هذه الدنيا.